بالبداية كنت مجرد إنسان بيشبه كل حدا، كنت بفتكر إنه الحياة وكل شي فيها بيشبهني. إيه ضل فيني هيك. وأخيرا رح يصير لنوح الرئيس ولد. ارجعي أصلا رح خليه بيحطني وما خلي حدا ياخده. لازم وقفه وتحبته، ما رح خليه يخرب لي حياتي. حبيبتي أنت. وحتى اللي حبيبتك أنت كذاب، أنت ما بتحبني. بس بلحظات الحقيقة يجبرك تشوف انك كنت شبه اعمى. 350 غرام ابتداء من الاحد الرابعة بتوقيت بغداد على MBC العراق.